لأول مرة سيذهب الطلاب إلى امتحانات الثانوية في مواعيد مختلفة، موعد حددته السلطات الشرعية في المحافظات المحررة، وموعد آخر حددته الميليشيا في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها. إذ حددت الحكومة الشرعية 24 من يوليو من هذا الشهر موعدا لبدء امتحانات أكثر من 83,000 طالب وطالبة يتوزعون على 636 مركزا امتحانيا في عدن والمحافظات المحررة، فيما حددت الميليشيا 30 من نفس الشهر موعدا آخر. هذا الانقسام الكبير ليس حدثا طارئا ولا يقتصر فقط على الموعد وحسب، لكنه نتيجة طبيعية لواقع منقسم ومضطرب ويشمل العملية الامتحانية بشكل كامل. فقد كان من الطبيعي أن يفضي الواقع السياسي والعسكري إلى انقسام يهدد العملية التعليمية ومصير مئات الآلاف من الطلاب. يقول مراقبون إن هذا الأمر مؤشر خطير سينعكس فيما بعد على آلية اعتماد النتائج وتقديرات الحاصلين على التفوق في أوائل الجمهورية وغيره الكثير من المؤشرات الخطيرة، فيما يرى آخرون أنه واقع يستحيل التحايل عليه أو تجاوزه على عكس العام الماضي، فقد حدث وأن نجحت عملية التنسيق والتواصل بين كافة المحافظات رغم النزاعات والحرب الدائرة. نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس حذر هذه المرة من مغبة انتحال صفة طلاب من قبل طلاب آخرين والجلوس بدلا عنهم لأداء امتحانات الثانوية العامة. وقال لملس في تصريحات صحفية أن هناك الكثير من الطلاب رفعت أسماؤهم من قبل المحافظات وسلمت لهم أرقام الجلوس على أساس أنهم طلاب منتظمون في مدارسهم في الداخل وهم في الأصل خارج الوطن منذ أكثر من عام. والكارثة والمصيبة، يقول نائب الوزير، أن هناك من سيدخل الاختبارات بأسماء هؤلاء الطلاب الغائبين وسيختبر بدلا عنهم. إشكالية أخرى تحدثت عنها وسائل الإعلام وتشهدها وقائع الامتحانات كل عام، الغش يجمعنا. ليس أصدق من ذلك وصفا للأسف لفضائح التسريبات التي تعصف بامتحانات الثانوية العامة، كما استشرى الغش الذي لم يفوت أهله الإفادة من أحدث تكنولوجيات الاتصال بعد التحايل على الإجراءات الأمنية في لجان الامتحان.